أنا لو مرتاحة معاه وبعيش أيامي في حبه وحاسة إن أنا لاقياه، إيه اللي يخليني أعيش من غيره أو أقسى عليه؟ أنا لو مرتاحة معاه وبلاقي في قربه اللي أنا عايزاه واللي أنا حاساه، إيه اللي يخليني أبعد روحي ولا أسأل فيه؟ بيعاملني أنا اسمه عاملة مش هي وراضية بيها، والكلام يدوب على قد السؤال، يرضي مين في الدنيا دي أبقى عايش أنا وحداني هو ما بيسألش عني ولو سؤال؟ بيعاملني أنا اسمه عاملة مش هي وراضية بيها، والكلام يدوب على قد السؤال، يرضي مين في الدنيا دي أبقى عايش أنا وحداني وهو ما بيسألش عني ولو سؤال؟